سائلة تقول: توفي لي ولد وهو في 15 من عمره، وكان يصلي الفروض مرة في البيت ومرة في المسجد، ولكنني أراه في المنام كثيرا وهو يقول: أعطوني أعطوني، فأقوم وأتصدق عنه على الفقراء، فهل من توجيه في ذلك فضيلة الشيخ؟ لا شك أن كون الإنسان يصلي مع الجماعة مرة ويتركها مرة أخرى تقصير منه وإخلال بالواجب، وهو آثم بذلك إذا علم وجوب صلاة الجماعة في المساجد. وعلى هذا فإذا مات إنسان وهو مقصر في واجباته فالذي ينبغي لأهله أن يدعو له بالمغفرة والعفو، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى هذا في قوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وربما يخفف عن الإنسان في قبره بدعاء أهله وأصحابه له، وربما يرفع عنه العذاب رأسا بالدعاء له. وهذا من فائدة الأخوة الإيمانية، فإن المؤمنين يدعو بعضهم لبعض: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكل مصل يقول في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن قد لا يستحضر الإنسان عند هذا الدعاء العام شخصا معينا، فإذا دعا لشخص معين عرف أنه مفرط في واجب أو منتهك لمحرم في حال حياته، فإنه قد يخفف عن هذا الميت من العذاب أو يرفع عن العذاب بسبب هذا الدعاء. الدعاء للميت أفضل من الصدقة عنه، لأنه لو كانت الصدقة أفضل لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أقول لو كانت الصدقة أفضل لقال: أو ولد صالح يتصدق له، لأن سياق الحديث في العمل والصدقة من العمل. فلما عدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذكر العمل إلى ذكر الدعاء علم أن الدعاء أفضل. الدعاء للميت أفضل من قراءة القرآن له، وأفضل من الصدقة له، وأفضل من العمرة له، وأفضل من الحج له. اللهم إلا تكون العمرة والحج فريضتين فهذا فيه نظر آخر. وأما كون هذه المرأة تتصدق كلما رأت الميت يقول: أعطوني أعطوني، فلا أرى لها ذلك، لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على المنامات والمرائي. والشيطان قد يتمثل بصورة الميت كما يتمثل بصورة الحي، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الشيطان لا يتمثل به. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على الوصف المطابق لما نقل من وصفه صلوات الله وسلامه عليه فقد رآه حقا. ومع ذلك فالأحكام الشرعية لا تثبت بالمنامات، لكن قد تكون قرائن تشير إلى شيء ما. وأما أن تثبت بها أحكام شرعية فلا. ثم إذا كانت قرائن تشير إلى شيء ما فلننظر هل هذه الإشارة صحيحة من الواقع أو ليست بصحيحة حسب حال الإنسان وما يحتف بها من القرآن. نعم، بارك الله فيك.